professional projections of spectral light. Connected room selection, airtight. The isolated, the decisive victory stimulated. The non-simulated patterns of flight originated. I'm a carnivore on a tour of duty. My band of brothers in full metal jackets establish cruelty. Black magic conjurer, attack through the monitor. Destruction of assumption, one thing I can promise you. Impact crash from closed shards of glass. Ritualistic annihilators that murder your cast. The future of the past at last revealed. The seventh seal broken in half. Ceremony is real, become obsolete. High strung from a beat, a strong-minded individual delivering defeat. Blood rivers in the street, heat flowing, no retreat. Deep moments keep opponent's speech limited, repeat. You're opening the door through a corridor, stretching to the left. Anger in my eyes, but the truth is on my chest. I'm just a man that wants revenge, and I confess I am full of rage and sin. Locked inside this cage again, where evil reigns and people like to win. It may seem sweet, but we won't like the end till we shine brightly from the light within. Locked inside. هو كاتب كويس وانا متابعه من قبل ما ينشر هنا قصص قبل كده قبل ما ينشر بشكل رسمي يعني. وهو عنده يعني خيط ادبي ودرامي كويس جدا. انا بحبه يعني. واتمنى التوفيق لاحمد صلاح. روايه رحله داخل في وقت المصورة هي روايتي الاولى. الروايه اتكتبت في لما كسبت الفكره بتاعتها في منحة أفاق بالشراكة مع محترف نجوى بركات. اختاروا 8 من وطن عربي وطلعوهم ورش في لبنان وفي مراكش 3 مرات. تم إنتاج فيها الرواية سنة 2014 وبعد مجهود كبير جدا انتهت الرواية تقريبا في 2016 بعد إعادة الكتابة والحذف والحاجات دي كلها. والرواية بتتكلم عن فترة تجنيد أحد العساكر ومعاناته النفسية مع زوجته. عنده مشاكل مع زوجته وعشان كده قرر يكتب رواية يعالج بيها نفسه. فالرواية اللي هو بيكتبها موجودة برضو جوه الرواية. فالرواية هي روايتين جوه بعض. رواية عن أحداث أحمد حربي هو العسكري في الجيش. بعد كده بينزل أجازات بنشوف تفاعله مع مراته عامل إزاي وتفاعله مع صديقه اللي بيعرض عليه أعماله الأدبية أو الرواية بتاعته. فبنشوف برضو رأي صاحبه في الكتابة اللي هو بيكتبها. وفي نفس الوقت في خط ثالث اللي هو الرواية اللي هو بيكتبها نفسها. هما بينفوا بشكل متوازي مع بعض. بس مش هقدر اقول اكتر من كده عن الرواية. اتمنى ان انتوا تقروها. الناس تقراها علشان تعرف تقيمها بجد. لانه الكاتب ما ينفعش يحكي عن عمله كتير. شكرا.